أعلنت دائرة المرور في أربيل آلية تسجيل أرقام العجلات الخاصة بالسكان العرب من المقيمين في مدن الإقليم أو من سكان المدن العراقية الأخرى. وذكر بيان للدائرة أنه لإحاطة جميع المواطنين العرب علما وسكان المدن العراقية بأنهم يستطيعون تسجيل العجلات بأسمائهم من خلال مراجعة مديرية المرور في أربيل، وبعد تقديم المستمسكات اللازمة فإنه سيتم تسجيلها مباشرة بأسمائهم مثل أي مواطن داخل الإقليم، موضحا أن هذا الإجراء لا يستلزم اللجوء إلى تأييد سكن أو تأييد من شركة أو أي تفصيل آخر. ويأتي القرار بعد أيام من إيقاف مديرية المرور العامة العراقية تسجيل المركبات التي تحمل لوحات إقليم كردستان.